إن المولى هو الأحرى ونحن النذلة الأخرى، رأيناه بنا لما تجلى جهة اليسرى. بنا المولى هو الأحرى ونحن النذلة الأخرى، رأيناه بنا لما تجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن فقيدنا العزيز الأستاذ الأخ عبد الله أحمد الفادني، كتب الأخ عبد الله عثمان معرفا: ولد في منتصف الستينات ونشأ بأم درمان، ووالده الأستاذ أحمد الفادني من أبكار الجمهوريين، وهم أصلا من منطقة ود الفادني بالجزيرة. الأستاذ عبد الله أقبل في سن باكر مع والده على سوح الأستاذ محمود محمد طه، وظل على العهد حتى رحيله. درس الرياضيات في كلية التربية جامعة الخرطوم، وعمل بمدارس العاصمة، ثم انتدب لليمن واستقر أخيرا بالحجاز، وتعلمت على يديه أجيال وأجيال في المنطقتين. كان داعيا لله بلسان حاله ولسان مقاله، فقد كان جم النشاط في صفحته بالفيسبوك داعيا لأمر الله. كذلك وقد شهدنا بأنفسنا تعلق طلابه به وجيرانه ومعارفه، وقد تحدثوا عنه جميعهم أطيب حديث بعد رحيله المفاجئ، وقد وصفوه بأنه كان يتمثل فيهم قيم الإسلام الحق وجزعوا لرحيله. جعل الله البركة في زوجه سعاد علي وفي ابنيه أحمد وعلي. كما كتب أيضا الأخ عبد الله عثمان تقرير عن رحيل وتشيع الأخ عبد الله أحمد محمد الفادني، قرية خبيصة إقليم عسير بالحجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الأخ عبد الله قد دخل المشفى قبل العيد باضطرابات في القلب والسكري والضغط، وقبيل العيد تم تخريجه من المشفى، وقضى العيد مع أسرته، وجاءهم ابنه المهندس أحمد من الرياض وقضى معهم العيد، ثم أوصلوه للمطار 150 كيلومترا من قريتهم صبيخة إلى أبها خميس مشيط. كان يمارس حياته العادية، وقد ذهب لزيارة النبي الكريم وأدى العمرة مع أسرته قبيل رمضان في مساء الثلاثاء 25 أبريل 2023. كان في اتصالات مستمرة مع الإخوان، خاصة الأخ حاتم محمد إبراهيم الولي، في خميس مشيط سائلا عن أحوال السودان، داعيا له بالأمان، وقد ظل حتى فجر الأربعاء 26 أبريل في هذه الاتصالات. حوالي الساعة 2 صباح الأربعاء أحست زوجه سعاد علي بأن نفسه ما طبيعي، فأسعفوه إلى المشفى، ولكن روحه الطاهرة كانت قد فاضت إلى بارئها قبل مغادرة المنزل. خف عدد كبير من الإخوان وأطرافهم من مناطق مختلفة لتشييعه، يتقدمهم الأخ أحمد محمد الحسن من المدينة المنورة، وقد كانت الأخت هدى عثمان سليمان تنوي الحضور حسا، ولكن حالت بعض الظروف دون ذلك. الحضور بجانب أحمد هم نزيها محمد الحسن، حاتم محمد إبراهيم الولي، عبد الرحمن يوسف المبارك، محمود حمد النيل العركي، عثمان مهدي عثمان، ومحمد رحم الله، وزوجته سهى عباس الحاج، وطفلهما مجيب. كذلك خف كثير من السودانيين ومن أبناء الولي من المناطق المجاورة، وحضر زميله شريف محمود وزوجته وطفلته من الرياض حوالي 11 و12 ساعة سواد. حضر للعزاء عدد كبير من تلاميذه السعوديين، وقد صاروا آباء كبارا، وقد أثنوا عليه كمرب فاضل ذو خلق عظيم. ظل معنا ليومين، وبات معنا عدد من زملاء ابنه علي من السعوديين والفلسطينيين، وظلوا في خدمة جلب الماء وسقي الضيوف ماء وشايا وتقديم الطعام. قام بالغسل والتكفين الأخ أحمد محمد الحسن، والإخوان بحضور أحمد وعلي أبناء الراحل
وعدد من السعوديين والجيران السودانيين تمت الصلاة عليه في مسجد القرية الكبير عقب صلاة الجمعة، وقد خرج معظم الحضور لتشييعه كما تبين الصور. في عامرة القرية وكما ورد في الأثر أهبنا بالحضور أن يصلوا عليه أفرادا وجماعات، وقد حضر التشييع بعض الأطفال، فصلى الأخ أحمد محمد الحسن وصلينا بصلاته، ثم دعا له جار سوداني دعاء حارا حتى بكى وأبكى. بعدما ودعناه طلب منا جاره أن نخطو 40 خطوة خروجا ثم نخف ونلقنه الشهادة وندعو له، وفعلنا. ظل الأخ عباس الحاج عبد المحمود من السودان متابعا لنا بالهاتف منذ إعلان الرحيل وحتى رفع الفراش، كما اتصل وأبرق العديد من الإخوان خاصة الذين زاملوه باليمن والحجاز، ومنهم الصادق محمد يوسف وابتسام غزالي ومصطفى كوكو جميل الحاج. كذلك نعاه في الفيسبوك الكثير من الإخوان والإخوات، ومنهم آمنة أحمد بتودا عثمان ودكتور الأبوابي وحاتم الولي. كذلك قامت أسرة هدى وأحمد محمود خالد أحمد خالد بزيارة مقام سيدنا حمزة، ووزعوا الحلوى للأطفال لروح الراحل الكريم قام الابن محمود العركي ابن هدى محمد خير بتوزيع التشيع بالصور والفيديو وبثها على صفحته بالفيسبوك. الله الله والله الله 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 الله.